وبهدف تأمين الاحتفال بالسنة الجديدة وحسن سير حركة الجولان مع انتهاء العطلة المدرسية والجامعية، نظمت مختلف الوحدات الأمنية بكامل تراب الجمهورية حملات أمنية، وذلك في إطار حملة أوسع تأتي بالشراكة مع الجمعية الوطنية للسلامة المرورية التي عملت بدورها على مرافقة مستعملي الطريق وتوعيتهم بمخاطرها، كما بادر المرصد الوطني لسلامة المرور بدوره بتنظيم حملة توعوية هدفها الحد من النتائج الوخيمة للسياقة تحت تأثير الكحول. الحملات الأمنية هذه تندرج في الإطار التحسيسي والتوعوي لضمان سلامة مستعملي الطريق وكذلك حماية الممتلكات والتصدي لكل التهديدات الإرهابية والمخاطر الإجرامية المحتملة. وخلال هذه الحملة سيتم توزيع العديد من المحامل التوعوية التحسيسية التي تدعو كل مستعملي الطريق إلى تحسين سلوكهم، إلى نشر الثقافة المرورية وإلى احترام قانون الطرق. تعرفون الحركيه المروريه بتكون كثيفه الليله وغدوه، هذاك علاش احنا دعوه الى كل مستعملي الطريق باش نحسوهم بمخاطر الطريق، بضروره التصدي لكل ما يمكن انه يساهم في وقوع بعض الحوادث على طرقاتنا. الحملات باش تكون في اطار عديد المخالفات واللي من ضمنهم ذلك كذلك المخالفه تاع السياقه تحت تاثير حاله كحوليه، نفس الشيء على مستوى عديد النصائح اللي بطبيعه الحال مع شركائنا في اداره شرطه المرور وبطبيعه الحال كافه هياكل وزاره الداخليه اللي بالمناسبه معناها وضعت كل الامكانيات البشريه والماديه حتى نعديه وان شاء الله الاحتفالات براس السنه الاداريه بدون حوادث. بطبيعه الحال بالنسبه للمخالفه هذه حابين نركزوا عليها اثناء نعرفوا اللي فما صبغه احتفاليه هي باش تكون في عديد العائلات وبطبيعه الحال في عديد المناطق السياحيه.